مش بس كلام. ابتدينا تو حنخدم في النص الثاني بتاع رمضان حلو سكر، حتى هو عمل كوميدي تقليد شخصيات فوق حوالي 50-60 شخصية عربية وليبية، مدة العمل 10 دقائق، عمل من فكرة العبد لله وتأليف أستاذ الفنان حميدة خميس، والإخراج إن شاء الله حيكون وسيم برويس. تجمع الكل، تجمع طفولية وسياسية واجتماعية، بس الموضوع حيكون اجتماعي تتكلموا عليه، لكن مغلف وشخصية تكون مرات تكون سياسية، لكن تفرض عليك ان لازم تكون هي الشخصية السياسية مش توصل بها رسالة الاجتماعية، مرات تكون شخصية فنية مش تفرض عليك حسب ما تفرض عليك شخصية. يعني عند هو انا نحسب فيه ان يعني يذكروا 60 شخصية وممكن نقصوا الى 50 شخصية. وعد الفن مش بس كلام.